صباح الخير يا حلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ تمام. اليوم اول فيديو لإلي بعمان، وحبيت فرجيكم انا شو بتروق، شو بفطر يعني على قولة سهامه، وشو بتغدى ووين بتغدى. هلا رح انزل انا على المطعم بالاوتيل، هن بيعملوا بوفيه مفتوح كتير طيب، وبعد الظهر بدي اخذكم على مول كتير حلو اسمه جالاريا مول بعمان، في بقلبه كتير اشياء. وفي مطعم لفت لي نظر اسمه مطعم الاكلات الشامية، يعني شغلات طبخ وما طبخ وتبولي وفتوش وشغلات، اليوم بدي جربه وصوركم اياه، يعني حتى وانا بعمان بدي اكل اكلات سورية، اكلات سوري طيب كمان يا جماعة مثل الاكل اللبناني. طبعا مش هيكونوا مثل اكلات سهامه يعني، بس انه ماشي الحال، بدي دبر حالي. اوكي يلا مع بعض، خلينا ننزل نتروق وبعد الظهر فرجيكم تفاصيل المول، كتير كتير حلو. يلا مع بعض. المربى والزيتون، هيك هاد التشكيلة جميع انواع الالبان الاجبان طبعا، مرتديلا، هادي شو؟ هذا رز ابيض، بيض، هادي شو؟ هادي كان في هوت دوغ، في واحد هيدا ما بعرف شو هي، بطاطا كومبليت، عندي سر كوسا وبتنجان طماطم، هيدا بيض هون بيعمل جميع انواع صباحو بغنوا، هذا جروب ماليزي انا نقيت هودي يا جماعة. صباحو كيفك؟ منيح؟ ملي بيض ما تعمل لي مع شي، بس بيض عسيدة. كل بيعملوها مع خضرة. هاي ترويقة يا جماعة، بيض وهيك مشكل أجبان وألبان. ندوق البيض أول شيء، وش جبنة سنيورة. كل المي الباردة حاطين فيها ثلج، الحمد لله. هاي خلصت ترويقة يعني يا جماعة، وترويقة كتير طيبة بالبوفيه، الحلو بتنقي اللي بدك اياه، شغلة البوفيه كتير حلوة. وهلا متجه صوب الشغل، وبعد الظهر
بتصوركم مسروع على المول بصوركم شو بتبدا. اوكي 8 hours later. هاي حلوين كيفكم؟ تمام الحمد لله. بعد يعني تقريبا شغل 8 ساعات 9 ساعات هلا رايح اتغدى، رح روح على المول وصوركم المول كله وصوركم شو رح اتغدى. اوكي يلا مع بعض. هاي وصلت المول، هايكم اكبر يا جماعة، كتير كبير، جالاريا مول. هون بلشنا بالمول، هذا الطابق الثاني بعتقد، هو مقسوم قسمين المول يا جماعة. هيكو العاب، هيدا اسم روائح العود. نروح على القسم الثاني، القسم الثاني كبير والطوابق اللي فيه كلها شغالة. والله يا جماعة اللي بيجي على هذا المول يعني بده 3 ساعات ليخلصوا. مطاعم كتير حلوة، كافيات حلوة كتير، والعاب كتير حلوة. هيدا القسم كتير حلو، هيدا القسم كله شغال. هيك الطوابق، هيك شو حلو. المطاعم على الطابق الثالث مليان محلات يا جماعة، كله محلات، محلات وألعاب. الطابق الأخير هو الألعاب. إذا بتجي أمورة بتضل هون. طبعا مثل مولات لبنان، هيدا مولات لبنان كثير كبير. فرجيكم على الترين، هيك الترين شو حلو، هذا بيفتل بقلب المول، بيطلع اولاد. شفتوا لي هالمول شو حلو؟ كثير حلو. هلا رح اطلع لفوق على طابق الاكل وارجع اطلع على طابق كمان الالعاب، صوركم كمان طابق الالعاب. جد مول رائع جدا، في بقلبه جميع انواع الماركات، الثياب، الالعاب، شو بدكم؟ مطاعم، جميع المطاعم. كفيكم كله بارد، ما بتشوبوا هون. هيدا الترين يعني قريب على فكرة، في الكبار يطلعوا فيه كمان. لك شو حلوة هيدي، هاي بفوت الولد بيتركوا فيها الأهل، بيروح بتفتلوا بالمول، بيعمل كل شيء بدو اياه، مثل متاهة يعني. موجودة بالمولات كتير حلوة، فيها ترامبولين، فيها كتير اشياء. هلا بس امورة وسهام يشوفوا هيدا الفيديو بديروا لي خدنا على الاردن فورا، خدنا على الاردن. انا من هون جبت لامورة باربي، امورة طلبت مني جيب لها باربي وبدها كل اغراضة، من هون جبت لها اياه. هيدا رف الباربي اللي جبت لي اياه، شفتوا الباربي؟ هيك شو حلو، هيك حيوان كتير كبار. هذا الديناصور، هيكو هالمنظر. هيدا المول دغري على الاوتوستراد، شو حلو. هيكو هالديناصور، تذكرتوا عالم ديناصورات. هيدا الاليفانت، هذا هيك ما أكبروا. هذا الهيبو بخبطوا ببعض. نمر الأسد، لك شو حلوين على فكرة. لك الزرافة، حرام شو جايب الزرافة لهم، بدي أفهم بس بيناتهم لهو. هاي البارك اسمه جالاكسي بارك، شوفوا شو حلوة، كبير كتير كتير كتير. هيك هو الألعاب، هول العاب خطيرة بس على عم صغر يعني صغار، هول الصغار.
لك شو حلوة هيدي المتاهة جماعة، هيدي بيعلقوا الولد فيها. هاي الحديدة هيدي الموف بيربل، بيعلقوا الولد فيها وبيمشي فيها الولد كل المتاهة. تخيلوا بصير يهز ناس بيقوا السيارات كمان الكبار بيلعبوا فيهم. هون بتحط الولد ساعتين ثلاثة ما بيزهق. ليكو هاي كمان، هاي خطرة بس حلوة كمان. ليكو هاي كمان، وكله ألعاب خطيرة عم صغر يعني. شوفوا شو حلوة، جد حلوة كتير 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 هاي. في ألعاب كتير كتير كتير. ليكو هاي مرجوحة، هاي كان مفتوحة يا محمد. يعني جد هون عمورة بتقلي بابا جيبني وتركني. سهام بتكون عم تعمل شوبين. كان قبط مش عارف شو هي. فكرة فيها ألعاب حديثة جدا جدا. هاي كمان لعبة كمان بتفتلي خطيرة كمان. ورايكو هاي اللي كمان بيطلع لفوق الولاد كتير حلوة تسلق. كتير كتير حلو. يعني هلا حتى هسا زرت كل المولات الموجوده بعمان، هيدا من اجمل المولات اللي زرتهم وفي بقلبه كل شيء. بكفيكم مدينه الالعاب للاولاد، يعني جد ما بيزهقوا الاولاد. اسمه جالاريا مول بعمان. هلا رح انزل على الاكل لحتى نتغدى. هو كلهم مطاعم. صراحه انا جربت الكي اف سي، يعني مثل لبنان تقريبا، وجربت كمان الماكدو كمان تقريبا مثل لبنان. هيدا يا جماعة المأكولات الشامية اللي انا جاي اكل عنده. هلا رح فرجيكم على كل تفاصيله وعلى الاكل اللي عنده. تشكيلة سوبر رائعة. بونجور، كيفك؟ حبيبي وسهلا فيك. هلا هلا فيك تشرح لي شوي عن الفكرة على هيك المأكولات؟ احنا هون نظام اكل سلطات شامية. في عنا بنقدم سلطات، بنقدم وجبات رئيسية، حتى في عنا مشاوي دجاج على الفحم. كل هاك باللمسة السورية. يا حبيبي تحياتنا لسوريا واهل سوريا. حبيب قلبي. هلا انت بدك تنصحني، اوكي؟ هلا هيدا فتوش، ها؟ يس، هي سلطة. هي سلطة كولسلو، اسمها هدول سلطات مايونيز. اوكي. هذا المتبل باذنجان. متبل باذنجان، اوكي. هي السلطة الروسية. هي سلطة معكرونة. باردة يعني؟ يب. اوكي. هي حراء اصبع من اشهر الاكلات السورية. مثل مجدرة يعني؟ يعني لا. شو يعني مجدرة؟ مجدرة، هي مطبوخة بالتمر الهندي. فيها عجين وفيها عدس وبصل مقلي. ايوه. كثير طيبة، فيها كزبرة وتوم. هي شو؟ هي ايتش، هي معروفة بالتبولة الأرمنية أو سلطة تركية. أيوة. كثير طيبة. هاي شمندر؟ اسمها شمندر غزة. أوكي. هاي شو؟ هاي فتة مكدوس. فتة مكدوس. بطاطا حارة؟ هاي بطاطا حارة. هلا هون وجبات، ها؟ هون وجبات الرئيسية في عندي. أنا جاي بدي آكل وجبة رئيسية هيك، شو بتنصح؟ ليك الملوخية. الملوخية الشامية هي الورقة. هي معروفة عنا بالشام. لبنان نحن بنعملها هيك ورقة. إيه طبعاً نحن معروفين، إحنا لبنان والشام نحن واحد طول عمرنا. مرتي سورية. أذروايز أنا بعملها وحدة. كمان بتطبخ لي اكل طيب. هاي شو؟ هاي دجاج بكريمة. هاي تيجي ماشرومز، بيزز اوف ماشرومز، فيها كمان تشيكن وكريم دجاج، كثير طيب. هاي لازانيا. هاي لازانيا. هاي شو؟ هاي بيف ستروغانوف، تيجي شرحات ستيك لحم على مشروم وبصل، كثير كثير طيب. هلا بدي اجرب شيء منهم هون يعني. في عندي كبة لبنية. عندكم مشاوي كمان؟ مشاوي. عندكم كبة لبنية؟ في كبة لبنية وشيش ورق كمان على اصولها. وينهم؟ ما شفتهمش هون. هدول بيكونوا مفرزين نحن عاملينهم. مفرزين بتسخنهم. ايوه. هلا هون شو؟ هدول لسه عندنا هي السلطة اليونانية مع جبنة فيتا. اوكي. كثير طيبة، هي سلطة باذنجان، هي سلطة منفوف مع ذرة. في عندي هي كوسة بطحنية،
بابا غنوش. في اكلات انا عايش بسوريا 15 سنه في اكلات ما بعرفها. لا طب قول يا اوكي ورق عنب. ورق عنب شو بتقولوا لي؟ يلانجي. يلانجي بالضبط. هاي الكبه انا بعشقها، هاي المشويه خاصه اللي بيكون من جوا دبس الرمان بقلبها. هاي بياض دبس الرمان، بنحط لها كمان دبس رمان فوق هيك زين. هاي الكبه العاديه، هاي الكبه المقليه، وعندي هيك الكبه الصاجيه بتشحي. ايوه طيب هلا يا معلم شو بدك تطعمين؟ بدك طيب جيب صحن حط لي كبة مشوية واحدة خليني ادوقها. حط لي شي 2-3 هيك ورق عنب ندوقهم كمان. بدي احاول هيك دوق كل شيء. حط لي شوية تبولة. طيب التبولة كثير بتشكل. طيب هلا بدي قايمك على الحق هلا قدمني. اوكي يا حبيب قلب. ليك 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 بدي كل عنب. ليكوا جماعة. يا محمد رائعة رائعة. بدي يدوقني الحراق بصبعه لنشوف فيه الحراق بصبعه. هلا مرتي اكيد انت بتعرفيها الحراق بصبعه، مرتي حلبية. يا ميت اهلا وسهلا، اهل حلب اصلا اهلنا وحبايبنا. طيب خلينا ندوق الحراق بصبعه يا جماعة. فيها حموضة، هي مطبوخة بالتمر الهندي. شو هي مرتي لازم تعرفيها هاي، ما بصير هيك. حط لي شوي. عمان الهيا 9 أيام بدي ضلني أكل هون. هاي حسيتها طيبة. هاي شوية. هاي شوية دلة. هاي جاز وكريم. مع شو بتحطها؟ مع رز. مع رز. شو الرز اللي بدك إياه؟ شو عندك رز؟ في عندي رز كبسة. ورز الأبيض الشعرية ورز مندي. رز مندي؟ أيوة. أنا بحياتي مش مضايقه. هلا أي أطيب شيء؟ أي رز أطيب شيء؟ أنا دائما بروح للكبسة دائما، بس والله رز الأبيض مش حلو، بس هي طيبة مع رز الكبسة كثير طيبة. طيبة؟ طيب يلا خلينا ندوق الوجبة مع الرز. هاي الكبة مشوية يا جماعة، شفتوا الدبس الرمان؟ أنا هيدا بعشق الدبس الرمان، أوكي؟ وتبولة وورق عنب. وشو قلت لي هيدا اللي حطيت لي حراق بإصبعه؟ إيه وحراق بإصبعه. بلش ورق عنب. يا محمد شو طيبي، وحياة الله. شوف التبولة. معناه انا من عشاق الفتوش، بس بدي اكل التبولة. بين علي كل يوم رح اجي اكل هذا الاكل يا جماعه من عند المأكولات الشامية. جماعة الحراق بصبعه رهيبة. هاي سهام لازم تتعلميها والله. وهاي الدجاج بكريمة وصلت يا جماعة. لايكو لايكو سخنة. وهيدا الرز الكبسة، هو نصحني مع الرز الكبسة الصراحة. هلا بدنا ندوقها. هلا يا جماعة رح جرب الوجبة اللي هي دجاج بالفطر بالكريمة مع الرز، نخلطهم مع بعض. عم والله أكل طيب. كل طيب يا جماعة، المطعم كل شيء عنده طيب. جماعة حبيت أعملكم فيديو. أول شيء شو عم بعمل بالنهار كله، طبعا ترويقة بالأوتيل وشغلي اللي هو 8-9 ساعات بالنهار كتير متعب، وبعدين نهايتها بمطعم أكلات شامية. جميع أنواع الأكلات الشامية جد شيء فاخر على الآخر، ويا سلام يا سلام. أوكي إن شاء الله يا ربكم عجبكم الفيديو. هذا الفيديو لوحدي، أول مرة بقدم فيديو لوحدي من دون العائلة. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب. بحبكم كثير. يلا بيوم وصلنا على 100,000، انطرونا فيديوهات حلوة كتير ومميزة. سيو باي.